على غرار باقي ولاية الوطن، عاد تلاميذ الأطوار الثلاثة بولاية ميلا إلى مقاعد الدراسة بعد أسبوعين من الغياب الاحترازي الذي أقره رئيس الجمهورية للحد من انتشار الوباء. عودة التلاميذ كانت في أجواء عادية وفقاً لإجراءات صحية جد صارمة وتطبيقاً للبروتوكول الصحي الذي أقرته الوصاية. التغطية كانت لعياد الساسي. تلاميذ الى مقاعد الدراسه بمدرسه الشهيد عطيه العمري وفق اجراءات صحيه وتطبيق صارم للبروتوكول الصحي، هذا بعد توقف دام اسبوعين. هذا التوقف الذي اقرته السلطات العليا في البلاد على راسها السيد رئيس الجمهوريه، وهذا كتدابير وقائيه من وباء كوفيد 19. تمت عودة التلاميذ وفتح المدارس اليوم الموافق ل 6 فبراير 2021. إذن قبل ذلك كانت هناك تحضيرات من كل الأطقم التربوية والإدارية وعمال الخدمات من أجل تحضير جو أو وسط ملائم، وسط صحي، بعد أن تم تعقيم كل الحجرات، تعقيم كل دورات المياه، تعقيم كل المحلات من أجل استقبال التلاميذ في جو صحي وفي ظروف صحية. وفي هذه الصباحة تم استقبال التلاميذ، استقبال الطاقم التربوي والطاقم الإداري في ظروف صحية. نرحب بقناة الأجواء في ثانويتنا، ثانوية الشهيد بشنون السعدي في رجيوة، بعد القرار الوزاري القاضي بعودة التلاميذ يوم 6/2/2022 في ظل التطبيق الصارم لإجراءات الصحية والمتضمنة في البروتوكول الصحي المعمول به من بداية السنة. ثانوية فيها يعني 18 فوج فرعي بتعداد 448 تلميذ، يعني تمت العودة في أجواء عادية جدا جدا بتفهم كل من الموظفين والتلاميذ والأساتذة بضرورة التحلي باليقظة واحترام القوانين. يعني ما شاهدنا حتى خلل، والله كل الجميع يعني كان متفهم وقابل للإجراءات المعمول بها. يعني